أسواق مهجورة وأخرى مغلقة هو حال الأسواق الجوارية التي استحدثت للقضاء على التجارة الفوضوية بولاية بشار، لكن سوء تسيير جعل من هذه الأسواق وكراً للمنحرفين ومكاناً للقمامة. السوق الداخل كرفي الداخل ما كاين والو، ما كاين والو، ما عندنا ما لا غالب كدير. أنا حاطين هنا في الشمس الحارة راك تشوف حموار ياسر، الكورفي راه وين هي راك تشوف السلطات كاع راه هكذا غمنا راه يغمنا، هذا راه يولي علينا. السوق هذا هو برا، السوق الداخل غير الكورفي والخنز، ما في ما كان السوق يسقموه لينا ندخلوا لداخل نورمال، لا فيه لا ما طواليت حاشاكم ما كايناش، هي التاليه كاع ما كانش. دخل داخل على بالك تمرض، انت تمرض كاع. وضع دفع بالتجار الى عرض سلعهم على قارعات الطريق لتزيد الفوضى وتعرقل حركه السير. وضع تقابله وعود من قبل السلطات المحلية بتسوية الوضع وإصلاح ما يمكن إصلاحه. مبلعين يعني حتى الطريق، واحد يجي باش يصلي يلقى الوطن من مبلعين من مبلعين، الله غالب. حنا ماذا بينا يدخلوا لداخل وتنقل حية وديروا لهم سيتيرنا ويجيبوا لهم الماء ويجيبوا لهم سمعت. للأسف أن هذه الأسواق لم تكن مدروسة كما يجب، فوضعت في أماكن بعيدة عن النشاط التجاري، وحتى أن مركز الدعاية الإعلامية لم يكن نشيط حتى يحقق هذا المستوى لإحياء هذه الأسواق، وبالتالي أصبحت عبارة عن أموال دولة مبددة. السوقين اللي باقيين هادو كانت فيه إشكالية من ناحية التقنية، هما طلبوا أنها من المجالس السابقة طلبوا أنها هي يبنوه ويبلعوه ويخدموه بطريقة زعما يحافظوا عليه، يخلوهم يقلعوا داك الزانق والحديد هذاك، رفضت الرفض لهم المكتب التقني. إعادة الاعتبار للأسواق الجوارية بولاية بشار إجراء لا بد منه لتمكين التجار من استغلاله وممارسة نشاطهم في ظروف جيدة وامتصاص البطالة ودعم خزينة البلدية.